والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكي بقول تدواتن يكوباد يكمدا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. باب في الليل، في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. حباب هي هبين كستا إن أي كتشرت ساعة لا أقبل الدعوينك يا الله برق الروح المسلم كإلهي وبريه. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن الكوفي بن أبي شيبة أبو بكر والكيوي، حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان طلحة بن نافع القرش المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نبي قولان مقلي إن في الليل هبينك وحا كتشر لساعة حلبا كتشره. ساعد إن قال محدد كينا هم بلغي يابا ومن زمن معين وقت معين لو تشيدو إن ساعد إن قال أي تين بلغي يابا، لأن عند الصحابة ما نقول لبي طبعا صعب وها هبين كان لبي طبعا صعب سيدي قطع تقنان وكالي لبدا رايب والقبة وقت با كتشرا لبس ساعد بكبضا كرا وكيرا كرا. أما لا ساعة محدد وساعد إن قل لحدا سكنات أو تقنان أما لحدا كمينت عفوا أي لو كذا لا يوافقكم بك مساعدة يا وقت غيرك رجل مسلم روح مسلمة يسأل الله إله ويديسان يا خيرا وناك ومن أمر الدنيا أرمها الدنيا ده يا والآخرة أرمها آخر إلا هذا الروح أجره أعطاه إله باسي إياه خيرك أسقاها يا أعطاه الله ضميرك وري أعطاه حول عن ليس سائلك يا داعي إياه ندوح للسين هي خيرك أها. وذلك أرنكاسنا في كل ليلة هبين كستا وكتشرا ساعدا مستجاب الدعوة الدعاء الله أقبله هبين كستا ويترتاوي. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين الحراني حدثنا معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل هبينك وحاكمدا ساعة باكمدا لا يوافق أوسا أسيب أما أوسا هليل أما أنكبك من عبد مسلم رواية ظهر رجل مسلم بيهيد الدون مسلم ساسا اللوجه الله يردك لقات ما لها يسأل الله ويدسن إلهي خير خير إلا أعطاه الله إلهي باسي إياه خير كأسقها السية سيدا موقنا إسمرك نينك جرير بن عبد الحميد الضبي ولا متابعيه سفيان الثوري متابعيه عبد الله بن ادريس الاودي ايام متابعيه فضي بن عياض مطرف ابو معاويه الضرير جماعه من اهل العلم كلهم عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر حديث كحاله انه قد دنبيي واركيسين مركر وحكم كدغاي افضل الصلاه طول القنوت يو امامك كدغاي ومن طريق ابي الزبير عن جابر بحاله ان صوم مره متابعنا وحكر لقي طريق أبي سفيان عن جابر حاول وكل بدلوا وحور مريي طريق أبي سفيان عن جابر ثم طريق أبي الزبير وحكر لقي متابعة. وهذا من دقة مسلم وبراعة هذا الفن ينو كور قام وحيابها لقش شيء رواضة في كل راوي حي يعني. وذات كان معقل بن عبيد الله الجزرية وأن ينثقوا إمامه ينثقوا إمامه حافظ حجة أوي إلا أن في روايته عن أبي الزبير فربك جدا في رواية عن أبي الزبير فربك جدًا وأحمد بوحوش وذاك الوحوش شيخ متشران وسأوين نسائي متعند وليس بالقوي مويت عند الحفاظ والنثق وجبل وحافظة أحمد بوحوش وحن آل أوفر سدي أحاديث معق بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر أحاديث وحن أركيب ورئينا الشبه هذا أكتهاي أحاديث من لهيعة عن أبي الزبير أحاديث ابن أبي الليعة عبد الله بن أبي الليعة عن أبي الزبير عن جابر مركا أروح عن فيلي أبو يلي حديث والباء أوري معقل عن أبي الزبير أكوري إن بين أبي الزبير وبين معقل أكتره عبد الله من الهيعة الضعيف الضعيف عند أحمد يجي غير كيبا وركاس أحمد الشيغي مركا أحمد حقبة واثقة إلا في أبي الزبير مسلم وركاس كورقبة يا أحمد يوحي كالشيخ صدرت المتابع كوكينية أصل كوكوما باللابي أصل كوكوما باللابي أحمد سود الشيخ جتال لقيا بايو حديث كوحاوري أحمد باوري حديث قل لي
من طريق الحسن بن موسى عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قل لي سوريا مرك حتى هذه طريقة ام لهيعة وصحية هي عليس ملها أو عبد الله بن مبارك باكوريا ام لهيعة عن أبي عن جابر في كتابه المسند ورواية عبد الله بن مبارك عن ام لهيعة وصحيح عند الحفاظ مرك أما العميشة كجر ام لهيعة عفوا أما كم مقنع عيس المميز وحرب المسلم إنه الأقاتان وحدي أمريي وعاو وقدق رواية أبي الزبير ومن طريق معقل وقدق متابعية شاهدة لرواية أبي سفيان يدل لعقيها أبو الزبير إنه أخص يهي بجابر من أبي سفيان لكن طريق معقل باكين إنه دبقي هذا وهذا من دقة الإمام رحمة الله تعالى عليه حديث كما كنا نقول فائدين يا إن هبين والباء أي كجرت ساعة الإجابة هبين والباء ساعة الإجابة كجرت وأظن كمسلم كا هدو إلهي ودكوب بيق ما أسوه إلهي ويدسين خير الدنيا أما خير آخر إلهي أوصيني إلهي سبحانه وتعالى الروح مركب بضية صلاة الليل كي الدعاء يوحى بضية إنه لكل ما بضان ساعدة وكوب بيق ما مركب هذه ساعدة والكوب بيق ما إن شاء الله تعالى لكن روحه شيء خير وآخر الدنيا أنفعية هو ديستو مركب معقل مركب وحام متابعي جماعة ومركب إمليع متابعين عن أبي الزبير وحكوا المتابعين محمد نبي ليلى يعانى بالزبير أصنوى إسكتشرة مرك أنت أصنطا كتغينا إن شاء الله باب في الترغيب باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه مسلم مرك وحور ربا رحمة الله تعالى إنه كويدا هذا ساعة الإجابة هلا الشيغي إهبين والبكتشر ته وحاو آناء هبين كنسك سضنب حديث طبالي قرنيسة إلهي سبحانه وتعالى السود دقا نسك الضنب هبينك كدبنا وحوي إلى ديا وحي ويديسا أنسيا دم بداف يا رب أنسي يا دن إويدسن أن أقودا حرام مسلم يقدرين سيا ساعة الإجابة أوشك حديث جابر في كل الليلة وحي كجرتا آخر الليل معنا صرعين وكفان سيا سواء جزمنين الترغيب استعيشين تلا استعيشين في الدعاء الله بارك يو الذكر ربي إن لحصو في آخر الليل هبين نسكي صدن بي يو الإجابة فيه إن دعاء الله يسكو أجيبه هبين كنسك صدن بي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شاب الزور عن أبي عبد الله الأغر واسمه سلمان بن عبد الله بن نصوم الري وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حجري ينزل ربنا ربي جنب سودك تبارك وتعالى خير كي سبنا يكرينا كل ليلة هبين كستا إلى السماء الدنيا هبين السماء السكي عركان سكي أي سودك حين وقت يبقى أوهره ثلث الليل هبين كصدح صدح ميلو الدلولكي الآخر أدم بيا ثلث الليل أدم بيا هبينك والله بيا طبعا ساعة أفرت ساعة أدم بيا سهدي أيو إلهي مركز سبحانه وتعالى سود دقيا لبدا هبيني واحد تقانان أما سديد ساعة وحي الأورنج لواقه هوري طيب أونسك الدنبا فيقول رب حورنيا ما يدعوني يا إبريا وفأستجيب له أن أجيب الدعاء ويدي سني ومن يسألني يا وحي ويدي سني فأعطي أنسيه مركز سؤاشا عامسا دعاء أنا خاصا ومن يستغفرني يا دمدافي ويدي سني وفأغفر له أن أدافا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سويم نبي صالح عن أبي أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلهي وأسودك سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا صمدا سكوي مادا كل ليلة هبين كستا حين وقت يملؤ طرق رماضه ثلث الليل الأول ثلث كوري هبينك صدح هبينك مركز صدح سلاك لقدقوا أدوا صدح ملوض من أفر ساعة وي صدح ملوض من أفر ساعة مركز أفر ترمك إذا ماتوا فيقول رب حرنيا أنا الملك بقرك وأنيك بقرك وأنيك أنا الملك بقرك وحل ببحية وحل بأود وأنيك من ذا الذي يدعون هضام بقر هاي وكما أحد كي ويدي سنة يحون يقبر يهي يقطوغي فأستجيب له وحون خير الوجد خير الدنيا يا خير آخر فأستجيب له أمرك أن كأجيب ونكيل ونكأقبله من ذا الذي يسألني يا ويدي سنة حاجية دن كنت أغن وفعطي أنسيا من ذا الذي يستغفرني دن بداف يا ويدي سنة وفاغفر له وأن أدافا فلا يزال كذلك سيدا ربك الزول ما ينادومي سكدون يني بريان ويدن بداف ويديستان ويطوغان حتى يضيع إلى كإفتيمه الفجر أوكت أي كإفتن تواو كبريو إذن حديث كوري أبي هريرة رواية روحة كتري حين يبقى ثلث الليل الآخر كنوحة كجر حين يمضي ثلث الليل الأول وباختلاف الأحوال إيو أقالمت يقاراتك
habeenooda kala duwan baa keenay wadaadaa ku fasiray oo sheekh islaam ibn taymiya xadiidka nusuulka kitaab dhan ka qoray sharx xadiidka nusuul baa la yidhahdaa cilmi baa ku jira maqaalaad baa ku jira fiqhiyaad masaa'il caqadiya abxaaf xikmiya latiifa hal akhriyo kitaab madbuuca qiimo badan wey marka cilmiaad iga kordhiya marka marka ikhtilaaf alaxwaal waalazmaan waalqaarad inaytana waa dhici kartaa in uu yahay ikhtilaaf ruwaadna way dhici kartaa labada macnoba waa la sheega laakiin waynu gaari doonaa in ay tahay biikhtilaaf alaxwaal waxaadadana isxaab ibnu mansuur alkawsaj أخبرنا أبو المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن عمرو حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحجر إذا مضى هضوطك شطر الليل هبينك نسكي أوطك كالبركي أو ثلثاه أما صدح مير الله بأيتك ساسانا صحة ينزل الله تبارك وتعالى إلهي بسود دغا تبارك وتعالى السماء الدنيا سمد سكو اسود دغا وحبكو ما قسم ان مرك قارات كو حنبارتو ثلث الليل اخر صدق لبد افرت ساعه ودنبيسا يا الهي سود دغيا بالنسبه لكل قاره وبلد بلد والباء يا قاره والباء يا ميل بول لا جوغو مركي او تاهي ثلث الليل اخر أفرت صاحي هبينك قدام بيزا يا إلهي سماد السوكي أكرك وضع إيمانيا مركز سؤالها أبان دقيا نينك إلهي ويسنا والله أقبليا حي إلي إلهي وحكو علوث مياه جرا مايا وحرب رب سبحانه وتعالى وأودا طيب فيقول وحونا يا رب سبحانه وتعالى هل من سائل يعطى وحوي ديستم مجرا وحوي ديستم لسيو هل من داع توقع بريا مجرى يستجاب له بريا لغا يلو لغا أقبله هل من مستغفر دمي داف ويديست مجرى إلى دمي داف ويديسنا يغفر له لو دافه حتى ينفجر إلى ودنبلمه أما ودلعه الصبح واقو ودلعه حدثنا الحجاج عفوا حجاج بن شاعر إن بضمه نصمر وحجاج بن يوسف بن شاعر الثقفي حدثنا محاضر ابن المورع أبو المورع راضي إن لك سريين لهوس لك الرب وارسكو هيا وذا دو حي رجح يا إن لي أبو المورع ليلا أبو المورع لدينا حي دمو أبو المورع وي أسوى ابن المورع كن يدي سنة وأبو المورع وي الهمداني حدثنا سعد بن سعيد بن قيس الأنساري يحيى بن سعيد ويلكي وي إن كان سعد بن سعيد يحيى بن سعيد الأنساري حديث كاتقانين إنما الأعمال بالنيات ورنجري وذاتكي ويلكي وي قال أخبرني يحيي ابن مرجانته واسمه سعيد سعيد المرجانة مسلم باب الشيخ دونين كما قيس قال وحول امام كاس سمعت ابا هريره المغ يقول اسقولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله سبحانه واله بسود في السماء الدنيا اي الى السماء الدنيا سماء السوك اي رب اسود دغا لشطر الليل هبين كلبرك اي في شطر الليل او لثلث الليل اما هبين كنسكي عفوا صدح دول ماشي ثلث كي الاخر ادمبيي ساس انا صح فيقول رب حورنا يا من يدعوني فاستجيب له او يسالني فاعطيه ثم يقول من يقرض يا اما سنيا من يقرض يا اما سنيا اما ديمنيا غير عديم احدا فقير اهي ولا ظلوم من ظلم بدن احد ظلم بدن انا اهي اذا احد قال له الله الله والله الله يا من يقرض يا أماسا غير عديم أي غير فقير يقال أعدم الرجل فهو عديم ومعدم وعدوم روح مركو عيرتوب فقريا ليلة دا مرك يا أماسا يا أحدا فقيرا أو بقر وغني أو الله ماذا أماسا يا تكوي وإلهي بري وصدق الله بعي إقراض كان وحل وجدا والأعمال الصالحة حل كان يا عمل صالح الله يموي وأما إلهي أتكن أما قرآن آخري أما إلهي بري إذا أما هذه آد أما هي سي روحي لقى وايا مركز روحي وحد ديمي سا أما هذا أما هي سو وحل لقى وايا فقيرة وحبه لكرين لكن أحد كذا وحل الله ما صنع يواكما وغير عديم أي غير فقير الله غني أوي ولا ظلوم وحل غير الروح أسوه غنية إنه وحكا أما هذا هدونا وكسين واي ظلمي يحد قذب إيو والوريتشين إيو ومماطل كون نقضه إلى أين حول ولا ظلوم حقوق الناس نآن دلمين أحد بقرة
أن فقير أهين أن حق آدمهنا أن قلافن أن ظلمني يا حدين أما صني والله سبحانه وتعالى إذن وهي لسانه. قال مسلم وحوري ابن مرجانة مياد ربته هو سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه مرجانة وهو يدي هو يدي ولو تيري لكن بقى عيسو وسعيد بن عبد الله وسيدة مسلم الشقيوي حد إذن أدومي إلهي لي وحي أما صدى وهي لسانه واروح لبحا او الهي او دواد او عمل صالح الله اماده او صعده قيمها بد الهي او دواد صد اخر او بحثت و خينا او هشا ادون كان يوسف اذا لا تغن وي. حدثنا هارون سعيد الايلي حدثنا ابن وهب بن عبد الله قال اخبرنا سليمان ابن بلال التيمي عن سعد بن سعيد الانصاري بهذا الاسناد اسناد كذا صمرتين هذا ابن مرجانه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد وحقدر سليمان سليمان بعد قصه قرنا ماشي سليمان بن بلال أيوة متابعين يا وداد كيها المحاضر أبو المورع وزاد السلام وحكود دراي يحذيكم كورين ثم يبسط يديه انت مكر ربي هذا من يقرض غير عديم ولا ظلوم ثم يبسط يديه ليس كعمله بركه سيدي ربي في دنيا تبارك وتعالى تبارك خير بنا وتعالى سري يقول اصقله من يقرض غير عدوم ولا ظلوم ماشي عديم اهيد بدل هذا عدوم وانا اسكمت من لغتان عديم وفقير عدومنا وفقير ولا ظلوم ظالمنا أنا هي. حدثنا عثمان وأبو بكر إن أبي شيبة ولا بد وداد ولا هاوي أبو بكر بحكمنا وعسى من أهيم الحنذلي واللفظ لابن أبي شيبة لفظ حايس كلي ابن أبي شيبة إما لها إسحاق بن إبراهيم الحنذري إسحاق بن راهوية قال إسحاق بن أخبرنا ولوي قال نسولي وأخبرنا أبو يداد وين صومر وقال الآخران لبض وداد نحيل هذين حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور ابن المعتمر عن أبي إسحاق السبيعي عن الأغر أبي مسلم عبد الله ما قاعد يسمعوها سلمان ابن عبد الله وين صومر يرويه يسوع كورني أبو الأغرب أغر واللقب أبي مسلم وكنيد ما قاعد يسموها سلمان عن أبي سعيد وأبي هريرة أبي سعيد يو أبي هريرة وحكورنا إياه أيها حريي إن كان أضم بؤها الأغر أبي مسلم سلمان بن عبد الله أضم بؤها أبو هريرة يا أبو سعيد بحقوق اسقدر العقة يكشر كوبين أضم كان يكون قد ويحريي مرك لابد المولى ويه سيد بويه مرنا مولى أبي هريرة اللي مرنا مولى أبي سعيد لأنه وي ويصلح حريين خير الله سي قال وحيدا لابد سحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إله سبحانه وتعالى يمهل وكرنيا وسوق يا مسود دقيوي حتى إذا ذهب مركوتكو ثلث الليل الأول هبينك أفرت الصاع أوه الرئيسة يعني وحلو جدا قيبت أوه الرئيسة قدر إلى ثلث كلا راعي سديت صاع ما كي تقطو روايات كلا عدي تدقو حنبارت باختلاف الأحوال كم بعض أهل العلم الشيخين على اسم لها نزل إلى سماء الدنيا سماء سكو أسود دقا فيقول وحورنا هل من مستغفرين دم بداف ضلب متشرا هل من تائبين أحد الله أنقونا يمتشرا هل من سائلين إن حاجية ضن لمتشرا إلى ويدي سنية هل من داعين من الله بري يمتشرا حتى ينفجر الفجر إلهي كرم كيسي ديغي سيكمتها إن تصبع أضمه لسوك أين بلنسوك عانو إلهي ويدي ستاد كدمنا له وكا أقبله وحدثناه وحاكوا حديث النوت بمحمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعب المحجاج عن ابي اسحاق السبيعي بهذا الاسناد سند كذا اتصوم مرتين عن الاغر عن ابي هريره وابي سعيد غيرها سيشاء ان حديث منصور ابن المعتمر عن ابي اسحاق اي اتم متنا واكثر رواه من حديث شعبوي شاص امامك اجي ذا حديث منصور هريره تصوم مرتين ايا كم متن ضميسرا كان الرواد بدن حديث كان شعبي طيب والرواد طريقة سيؤبدين بإمامك من أوفا يدينية حديث قال مركب حكوج إله سبحانه وتعالى إن صعد سي بركيسنا وسودغو وأدومي سؤبان دقايا نوال بدن تيسنها ويدي استخير كاي من سؤال قد وطا من دعاء خاصة وطا من دين الله يغب حيله من حنون سن من دانو كتاقن تاي حلق أمرك حل بركيسن ويي دانيه نوردن يوحيد كتاقن يكربوين كردن قلي إلهي ويدي استخير نيكو حنون هايو طيب إلهي هو سبحانه كاسكا قادة وحنا رضا الله ما مولا بيده كل شيء مقاليد الأشياء ورضا إلهي قاعد يسوي كتشرات أسكا بقر وغني إذا حل قاس إلهي هلا بريو ومدها لود عيسي قارها نادي يسوي قدبة
هل الدعيست ضدك حنوس حلقة يا بري قل يا حتى ألقي ضدك قرآن كسارة حلقة سيجعليه روح حنوسني أراب تنصحر كي جنك بلايدي إيش إيوه حسد كورد بس يديت صوحي كذا بإله فجر ك هدي لورد القاضي أنت بدو عافي ماذا وحلي هذا بركيسا محي إلي مركض قرآن كوضه إلى إلهي كلام كسبت قط وصول إلى سهدان وتكد عينيس هوله يرن بايس قابل إله السماء الدنيا بتشوجا ماشى مرك جن إيه فردين ماي إيه شياطين إيه أبالي سفردين ماي لكن حلي قاعد دوا حلي يروح سوق علاوة على الربا إلى نوافتشي وحاكله كوجه صفة النزول صفة النزول والصفات الخبرية الصفات الخبرية قرآن ك صفة النزول لقوم الشيعين سنة نبي محمد متواتر على لقوم الشيعي حديثا حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة أقوى عنسن لكن حديث متواتر كتبت سدا نبي قوم الشيعي إلهي الرسول كيسون أي شيئين أي نقص غينا وذات لورنجري أمير أي عبد الله بن الطاهر لورنجري ويقول يوم معتزلة بلا يكو آخرين يا مالو يا ري إمام كان حديث كورني إسحان دراهوي يا أبا يعقوب تعال بول صوفريس جهمية ما شاف اليوم معتزلة يا شياطين وحولي وحان وحد ورسان هدد محدثين دين إلهي بس دقية بلوشا كورن وعلي يا أمير المؤمنين أحاديث بان نبي محمد لو قوري بأسانيد صحيحة أحاديثها وحي الشيخ إيسا لي قان كبنا إيسا نابر وضد بان كد الله ضد ندي قدان كحربنا كي زنيستي مدبا ديكيس لغو بنا إيا مدبا لغو حرما ديكيس أحاديثها وحي الشيخ إيسا هوين بالغو برسادة فرج وضد لغو بنا إيسا كوانا والغو حرما مال بن آدم بلغو بنايستا من نوع لغو حرما فإن صح هذا صح ذاك وإن سقط هذا سقط ذاك بول فأفحم الأمير مع الجهمية يعني إنك إمامك مسلم كحاوي أصول ثابت كالدولية وحول هوشان أتكه الله يسو صلاة إيه صوم كإيه حج كإيه حدود إيه عقوبات كإيه جهاد صحابة إيه تابعين توري أسانيد يكتمت بيكتمت بول وحنا الدولة كم معمولة يا سيد نهيل كدلي من بدل الدين فاقتلوه نينكي اسوغو محسن زنيستا دغ خل غدلو غعانت هبل هل ميدكت هل انت هل غويو هل هبل هل كرباشو انما جزاء الذين هل قادو كون يو والشمس شافنها هل قادو هولها ادخل في النهار نيزو اسانيد لو وريي يا لو وري صفات الرب لو وري نزول الله ومجيئه استواءه كتاب يسن سلاسة كتمت وحور أحاديث معاملات كي عقوبات كي حدود هذي أصحده تنوي أصحي بوري لأنه هو نفس الطريق وأسكو وضو مد هذا طورته تنوي أن طوري النابوري فإن صح ذاك صح هذا وإن سقط ذاك سقط هذا بوري فأفحم أميركي نجس كهاي أوليدي سوى بلا يقول هذا هو الصحيح أو صحابي عمران بن حسين وكلي ابن عمر جاوبته كبحيه صلاة الخوف بل ويدي قصر الصلاة بل ويدي المسعى الخفين بل ويدي صحابه حاله هؤلاء القرآن كم مشي يقدر وحده يا ابن أخي أنا جاهلين وحب قرنين به الرسول أن قنوا صدق أمي أهل نص الدري وحنا فريبان راعينا وحنا قربينا وأن كهرينا الرئيتي محيكولات إرك جيبه دي اسكتا قدو قرآن كان نبي اللو سودي باللو وحيودي يا علمي كان نباري ودي سيبانو هينا حتى نقول راعينا ديك هديك لو مشهد انت آد برك نفس الشيء هوي دين تان إسلام كان إنك ربعينو شيكتو أو كل رقمه أو قيمة يو قايبة أو حرمة يو فليتفضل هسو دواد نين كانوا باني هسكتا قو لكن في دين كان دين كان نغا قصر قص الله مباه ديك ما هبا هباين حق ان كغوين ان يرو يرفهمي كرو بيضن ان دين الذي بدا الله مباه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه دين الاسلام كسنه محل اوغ تغ يدو حيا يو نينك قادن هيانا حقاتو كبر كبا اخر يا دوم نينك ديدا سوما دي ديما وي بدن هيني مشو دون هكا بخو مركو كبخانا مالك أن تبره لنا ولا يقنا ماشان مرنين أنت أن تبره يننا هبار يبلا يقبه هوس تاسن كتورينا ما الحن كبح جن مذهوركم مرسبان كهيننا
لكن إن سكوت ضيود أنت الدين تكون عيارت سكوت ضيود أنت قال لك كجدو إسكيل علي روح وينو عزيز نغدو سمال العربة يقبانو واحد رقانية واحد كل دقي كرانو إلى شن كران بمتشرو وقوم كقول لي ت رقان إليه أنا إلى ليان قوم كقول لي تو أنت الدنيا ده تروض آخرين ninka soomaaliga markuu tuulada ku dhashay ka yimaado Nairobi yimaado iska da meel kalaba uu isbedelaya wuxuu iska dhigaya inuu noqdo nin mukambo iska dhigaya ursoodiga raas casir ku dhashay ma iyo iyo qardhe iyo jigjiga iyo iyo hargeysa iyo dhulkii uu Soomaalida jirtay ila konfur maxay tahay hadalkiisa buu bedeli lahjadii buu bedeli dhaqankiisa buu bedeli wax walba ka tagaya بنا آدم كو دقمودو داي حرميانو إلى شداد مد قلح بوطا مد دقا تشيحانو هل كان دكتو انتو ألاب قشادو شلين بوماشا قشان هيا دا عشان ربو بحنا يا ألاب أيوكو جرتا عارو يسيبا موقت محفلة الدوني دي رقمي اللي قيو لسو شرتاق هيا وكو حرقو ريا نيكا سوماليك مركوز عالكي سو انكريا مقعي سو انكريا رقم كسو دنبو دي دي عمتدي سو دفريا wuxuu ilaashanayaa ma jiro marka diinkiisu uu gatana way u dhib yar tahay wa aqwaamta ugu liidata inay dhaqan ilaaliyaan nabi wuxuu yiri annasu maadin khiyarun fil jahiliyati khiyarun fil islam idha faqahu ninka markuu diin laaanta ya dhaqankiisa ku dhagan ya hadhu wuxuu aaminay qayb uu qaatana ku nafbixi ku dhinta sawu gaada dhaqanku waa muhiim maxay dhaqan walba wuxuu wataa diintiis keenna wax barto xogow markuu intuu high school ka baxo jaamacad galo dhow sana ka maqnaado maama ingiriiska waxay hayd buu kuleeyaa oo tii duqaydanada awe maama talyaani ah maama jarmal ah mid maraykara oo taayada awe anaga dhagaaba ka maama fiican dunida kale waxaan la mid ah maba jiray wasankeeda iyo qafiyada iyo waxaanu ilaalinaa nimay ku timid nimay ku talaaban dhahanay مضرب هي مثل بالي عند العرب مهما هو حيله مضرب هي مثل انه وحنا ما هي وانما يكون تمد انما يكون تالو يا نفس الشيء حكم كان هين ما بهلي كرا واحد ودا دغه جعجعان قلقله هي شاحن محل له ها حرونت دقنك كنت الحقيه هرجيسك يا الله خنيسه بيو دمياتري reeu qoy hada ay u kicinay gada oramba yaa wala buubuu ali ugu tukubayay heer geysigada ay ugu taaban wadaadee ba xirxireen baan maqlahayay taay waxba waxa soo dhaw xukuma jira 2007 waxaan ku dhig kulligood waa in la dumiyo wadaga diide daarood marbo qabasho la in badan baan ku maamahay wali aan direed ama hawiya waxay dhaan daarood marbo qabasho la goor qabasho la waagu intu yaman ka yimid udoonta ku yimid ee kaliya waa gabadha doonbiraa loo guurinayo marka hadii la gowril baa dibkiisa waa laga nasan laa warka inaad faanteen baan u malay ayadoo taagan xagee taagnay ayadoo laba lambas jiraan baa idinka waa dumiya kulligeedba hadan waxay maraysa tobaneeyo dadkaas oo dhan waa dad muslimiin oo Soomaaliyeed kulli waan jecel laakiin waxay wadaan oo dhan waxba kama jiraan waxa nidaama oo sharci oo ka jira Soomaaliya ma jiro min Muqdisho ilaa meesha Soomaali degto Gardafoor miyay jabuuti kor u dhaaf wax ka jira ma jiro kulli waa tawaaqid anzima taaguti iyo kufriye wey wax dan diineed iyo mid islaamay ku maqan yihiin ma jiro hadii tabar la helo dhammaan in la dumiyaa waajib ah hadaan la kari karin yaan la taageeri waa abaatil waa shayaatin kulligood ابليس با صدر سدي عرورتيس توينت فانتا قبيالد اي قرن بسكو كاي ديبن اي قريو اي وحان شغل لغو لهي دله ايدين بدبادين ما هيان دين ايدين بدباد ضد نمن ايدين بدبادين ما هيا وخ لا يقان نو وي نيك علدون مسكين كاي كا هلا يرو وحان هلا داي دغسغا ابارس لغو هيا شيطان كا حبس بو كجرا او شغل كين سياد براد مخو كردي وذا دي يوركدا باش ثلث اي جن اي ربع مئه و الهي با شيغو حكم شرعي لي حدو ساري سغال كودو اونن كو غوي حقي كو دنباي
نين والبو الدين كالله دقال ميلحن بكو الدنبين ايا نين والبو الدين كالله دقال ميلحن بكو الدنبين كل ودوغان دون تار نين الدين كإلهي أصبر دول قاتنا كي قولي استوي مالك الطالبان لباطن سنة كهر أفغانستان تيلا وير لغا ساري وذا الرجل عبد الحميد بن عبد الكريم رحمة الله تعالى عليه أيام مركي وسيق حيب وحول إلهي بان كرارتي محمد مولى عمر دولدي سوال السعلين إلهي بان أسعلين دونا محاجة الله يلي نين مسلم أولي قالوا السعلين ديبا دا ديدان وان دمينينا أيولي ما ميد ديبا هل تقحب هذا أفغانستان لغا السعلين روح مسلم تنقبت قالوا ديبا ما يبولي صعدة وحان دوران كواهي قوان كامر قاتبي وذات كاسي وذات كواه شهيد دولة اللواتن سنة كده بيسون نقطة يد سيدك حق بدن أفغانستان بدأت تكتلني سواء إسا سيدا يد كحق بدن دم والبيوج حق بدن كعقيدة في عنق ورسالة أي كدي انشعل كحين يووين كهو بدن لقيت عليا هاي الدنيا هاد أكل أرض يسو نول بقول الله صحيح يهشيس بيسون نقطة إلهي محور يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون مريكم بايسكود يقول إسلام كتب من صواف شرايا إما أن تكونوا معنا وإما أن تكونوا ضدا حقيقة قدام بي وهذا أن إسدينوا مريا أن إسدينوا شينا يا هيا شينا كدوا لي إذن كدايا أنا أقول ما دينينا سيكون دينينا سيكون دينينا عيدين رقم فريد قال با يقول عي قد إمعوها قال بقول يقول عقرون كي إيه كيانا واقع زي في عنايني واقع زي في عنايني هدي إياه بالنوتش بيجي أو ميانو دينا أبدا هدو حور ربعين ويف بحوي إذا لو حنسكت عنا يا روش كإيو روش وصلنا ولا ذي وبوتن صوب خت أفوفي إياه شيء لو أدونك بقبص ذي باي قاطي إيه ركادي هدو حور ربعنا كنت وبن تنور دي بينا كهر تقنو شيءنا نوتش بيجي ومدك وسويت نوتش بيجي شكلها صعب ميس لو كلت وحاس وحير أتكيستا وحير سك صبرا نينك إلهي نفخ سمانا إسلام كود دنيا كتلين بقارد دورا نينك عن رب قص منا ويل كساكون على لندن وحير أتكيستا صبرا إيمان ما شاء الله يلو عن ترى الويل عن ترى نيو البوز قبطان محاضر أنو أقع بعد الزا ضدك كم جي سنة وحلو وانك أتكيس بطن هاي كم جي سنة وانك أتكيس بطن هاي بس أنت أمبال لين بدنا بلا يقبا مثال يسيب الله وعوري صول كي يقف كش الروك كذا نيجي بقى كروج هيا أنا أوي ما هي أوي مدور نقول بكيس صول كسل الروبي عابو نكية طبعا عابو دي هو أبوه حنوسنا يجي أبوه حنوسنا هو واد كيسنا هي معه أتكيس بقى أنت قرآن كأكون شيء أنت كونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون حقو إيمان بالين كرو أتكيس تا بالحفظين دق دقتن هبر حنا الله ما برحه رجع نبضه وحوي نيجا صم قضية زماليات با نميل ما درتين تيجي دقالين بالله قعد كذا خلاص قبلها دحيح مركز وحده وحن كود دينينا إنه جوره أو قحه أو دقن كاسو لن أكتقو تغيب الله دري حالي مرة بهبل إنه بتبادو أسير ما درتين بتبادن ها هجور تغيب صلحي وذا أتقو حالي نيه هو أنت أصلًا إنه وارد متي، أنت أصلًا حوالك على قاضي، وحارمنا أنا هوش كوح لنا، هيه بالبلك أوجور سكت، ما لها أصلًا إسكات، أرو الله واسع وهي، تبر ما هي رجس وارد ما هذين، وح أودي كرم متشرو، وانا أركي وح إني جميس الطاي، وضيق وحيري جبنيمو وحي قصهاري دق أذي، دي ذي بوري مصر عضه، جبنيمو حي قصهاري بوري. دعاء إنا دعاء ذي هو ورقة كلي أنا بل مساعدة ديده قال فرنتا نينك ودي ذا دهبو محاجر عليه حلو جبرني وحنك يا ساكا إنا دعاء ذي قوم هل كاس السمر ده هو التجنان جرتي هذا نكين ده لو جذي حب الله بيدين ثان كلا إيه كلا دورة مسيح بان نقطة ما يهودي بان نقطة ما كريستم بان نقطة ما خنيس دين لوان نقطة ما نقطة لبيو تبان ودلي ذا اللي دلوا ذي قاصاله ويحرم بقى وانين اسكع حديدا يا كلية لكن هي تاريخ وقشو نمنا يوضع الشين ويسكو أبترين ومقع يمقل منا عن ديرين بوحكا قحيين
دقن كوكو سو كوري روحو تبارك الله ما هي هذا دون ايو انتي قادم مش تيجي لكن ساكا مره ايقا قادم ميسان وانقحيا وانقور هيا عودو قبن وحي قصو هاري دقا اذي وحكا لما هيسان بل اسلام كم وحبها كشيقنا اسلام كهدورنا نينك الربين اسلام كبحو اسوه فتوحنا اسكتاقو لكن يوسف اسلام كان نقع عمبارين دين تيوسف نقع قسم بين يبخت امد وقهبي وذا مركي دين تم مقلوبين ايا اسكا الالية عامدا وذا دها دانتا مركي فتن كدعان وحال لغو بدبادي شري علماء المسلمين تواقو هوري لكن هذا مكي فندوني كدعين علماء دي بهور بوذي سفتنا دا ايا اسكا الالية تصالة قام بايدين سينا ايا وذا تكو حال لدون ايا ومضى مركي فندو دعين وقدوه ونغضو ونغضنين لغو الدايدو ووناك لغاق الدايدو وحي أمده يقول يريين أمده بره هين أفرت صن أمده يقول يريين بيقول ده كشك سين كم أي قناع صن بروف أوجي سي وبروفيشنال شقظة كجش لا كم أي قناع صن بالدليل نمانك الصومالية العلماء سيكت ووين هذا ونده اللوتة عرور تودو دين تم بران الجامعة ما دقيقين عرور تودو دين تم بران الجامعة ما دقيقة يو برش ما دقيقة قرارنا كبحيات هذا ما دافرتن سن هرتاغني الدين تو وانا قد اشرح حيسي او وحا امده او يراد كو قنعسنت هي علم هذا وددا دي ماد مريسي مركور امده دين تو او يرا ما دعوه او بره هي ظروفه او غيسه كما هين حرفت كليا مهارات كلو كو شقيستو واي خوغو كبيل راتسناي اي قناعه موسن كو قابين هاو شينا فهمتين بان فيليا واحد قناعي كوك كرسوري كوك قبط ومضى عروتة إسكت داي ضدك كود دشاء جلس وورا صومالي ده وده ده ووي وده دبو فيريا إلا من رحم الرب وبقول كي بس سجاشا إيه النص عروتة ده حكولة ده دالا أقون تماد دقا لماذا إفانسية إنا نفهمان ربا لماذا ما حيكون عضي أنا مركا تحليلي أنت سامع في واي أبغى من حيقول هذا وين كان هذا 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 أوكي هذا كذا القبطة أراب أكون دامي بقى أراب أكون دامي ما سداس سدا ما سدا الدنيا شعيل وعي الدنيا شعيل وحقدرا مهرد دي سبو سكوقا عصاني نينك الصميم كود دكان فرتو دكانك هذا كوكا عسي وحكا لما راديو ده هوش كوكا هذا طوي مهرد ده اسي سفع وكا عضو وكود دقاني هاي ممحكو الراديا حرفة ده ما بدلي حرفة ده مركا يحماتو ميت كلا راديا مركا وام هلب بوكا راديا مر ضربو قلا مر بضر بو آذا واقدم بالسفاركم بو دقانيا هدو كريوايا وحقلا يا وحلا قروايا وكالي وذا دوهم مهرد ده اي وذين بيس كوكا عصاني هم حيوا وجدن ظروف بالله شيء بدن كود إلا ما رحم ربه ظروف تي مركا يدب كي صومر يدل النمذي بدرن سينيون وحير ربان عرطوا ذي وضوا ذي كبد بادية عرطوا ذي بربا وضوا ذي كبد بادية وأنا قط تحليل كيغا أبوانكو حولي هاي وحي كبا عرطين أرجع سكن نقطة ساسي مادي وقدرها يا مركا وحان أجد هذا الكادير مهمدس وحاوي دين كان إسلام كان لوحد كتب ننكي كل دقة أصاغ وحكون نقن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون سعد وقاص بن سمر إني إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بآخرين دين تان مشهد استاكتي كو استاكي يقين بأبها أنت حسن البصري قال لي محا دين تو خير بدن دين تو وحي أول رأسي إيشيك وحرق اليقين وي اليقين ورشيك أنا من سنته دين تان معان وإنه يهي شيء أهبطو ودي له يقول دوان أذكر دما نيسو بلا لو ذكرنا يسوي حلو قصة مين محلة تجنا أحد أحد أبدا وآمني وحول بورد عينه كتجدي رماها أحد أحد خبيب إذا وحول يقين باللو بهاي إذا شيء نور وهالك إله يكون قلي أذكر دما تال الدنيا إلهي نمرك إن يدا وراكسن بارك واقيك وبركة يا بركة دون قوس على كل عيب بنا وضيق هو شيء سيحوله قوم المحيق صاردي حيوه دقاء دقاء لنقربها اسمه الرجي وحير صبرا
صبرا حقين مري بياد ما يبابك صفة النزول مركوا صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى خبرية صحت بما صحت به الآثار والأخبار تفريقنا المؤقل لما كلا قادي كر هوش ونوي هوست كل شيء قوي وعقيدة الجامية فراك قال أوزاعي مالك بوتي وران شيرين أو باطلة وهذه كوسو شيء في المقدمة نووي في شرح مسلمكم مريو وأشعري جلد إسكالالية ما مركب مسلم لما مريو شرح مسلم عقيدة الجامية والأشاعرية تفويض بخطو بشرحها وأنا كو قال دمي واجي سيدا من بيشو كدن بي خير كي سنة مالك لنكو شيء هذا لكن مركب مسلم أن مرينو إسكالالي ورك أم مالك الشيء كما صرنا شغل لكم لها حبيب ابن أبي حبيب من اللي هذا كاتب المالك وكذابة وضاع باتفاق العلم وري مالك ورية ينن كلو جامع من السواد اللي ضعيف ومجهول عند بعض العباد غني وضعيف مالك محاكسه غن وحاكسه غن جميع الأحاديث حديث الأسماء والصفات إنه طريقة واحدة للمريه مالك بل لو يدول كيف الله كيف استوى الله كيف استوى عور استواءه معقول والكيفية مجهولة وسؤالك عنه بدعة وأراك رجل سوء أو رجل سوء بحي يقول فأخرجوه نبا القرآن هو مخلوق ما مثل مخلوق ما حول هذا زندوق فاقتلوه ورانه هو كويدين هاي أظن بان كان مغلي برقبت هل أدلو مالك هل كاسو بعين كتاقنا وركان مركو وشيغي النو ورجر ما قاضي عياد باشيغي وأشعري كورو الجهمي قد عيد بكسو قد عياد وأوجي وركو شيء إنه باطل يا يعني مركل لكن ماذا بقدوك قالوا آفوي هذا الشبابك استأمر شوابك شو آفو مهمد وحوى إمامك وحنا كده بيا خير كيس مالك لك قال الله مركل مسلم شريح سمر إنسان آفات كي بمبانوك وحباله ينو إسكيل عليه وعقيدة البدع بدع الشيعية يا مركل جماعة من سلف تشيخ وحبك مجرى وحسلف وقبات إن لا أوله نصوص الصفات مجرى وحسلف وقبات نصوص الصفات إلا التفويضية معنى هذا مجرى وعقيدة الأهل البدع رموا وحاسك برناك اسكاك جيه سيدان طريق وكوش يقي إن صح هذا صح ذاك وإن سقط هذا سقط هذا هذه القاعدة نعم محن وحي كسقنا هذا على الرأس والعين وحن كسقنا برناك اسكاك جيه وإن تاغوا إنه أهل الجهل يوم حبك ورقين بإله رسولك النوص والدري دين بون نبري طريقي أبترك وانو هينا أبترك إنا إنا قرد ميان بيدوني باب الترقية في قيام رمضان هو التراويح وحباب يعني السعري سيوه في قيام رمضان رمضان استاقيسة وهو التراويح تراويح إلا التكدو حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شابزور عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان بشر رمضان هبين كذا نكي استاجة صلاة الليل استاجة إيمانا رمين والله رميسين يدرتين واحتسابا أجر دوني الدرتي مركها تكاني صلاة الليل كي يتراوح دي وترك وعلى الربا إلى إبا كفري رسول كسبا كفري وطريقة الصحابة ووضد أولياء إن أتكون قصعود واحتسابا أي طلبا لأجل وثواب غفر الله ولود من دافا يا ما تقدم وحر من ذنبه صغائر الجمهور تكو حمبانا وين صومر ذنوبت هذا هورو دن اي ير يرين اي اله كو دافيا ذنب ير هذا لو دافنا كوين رب واكا ان شاء الله تعالى هاي لي ودد ير مخي كو ردا ودد وين هذه صغائر لو دافو وخي كان وا لغا يلنيا صغائرتنا واجب دينك كسارابا ان كتوبت كنت ودن ديب ديغ كرين فرض عين بو كو أذن كتبت كنين باب إلهي قول دافيا وحقوق دافي بالقيام والتراويح وفضل إلهي وحددنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق بن همام السرعي أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحاي يرغب كي أمدت شعليسية كتر ترسية أما كب بابية في قيام رمضان رمضان استاقسي سجد كيسة من غير أن يأمرهم أسوقهم فرين فيه أي في القيام بعزيمة أي باللزوم ووجوب أمر استحباب النبي وفريوي أمر ندب وفري لكن أمر إلزام وإيجاب مصنفرين من غير أن يأمرهم أسوقهم فرين في أي في قيامه بعزيمة أي بوجوب وإيجاب واجب كقمدين لكن وجع ليسي وروح وناقصين السماية ورلئي ماذا ورجر بادكه ليس الله إذن كنا عارسين دنبينا لقرنا في والنبي كعل علي لكن مرده إنك كتك وادنبي لمرده
إن الله تمادنا وواجب مرهين إذا صحابه وفهم هيا أمر كنبي يقول هاي أمر بعزيمة هي أمر بغير عزيمة. طيب جازم يا غير جازم من أصول ينتجين هذا وما شك كيرين صحابه الله مبهن الله أخري أصول فقه الله أردي سائدهم. فيقول نبي حورن جري من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله رسول كلاهي باقير يدو حجابتين والأمر على ذلك أسوكو سيدا أرنتو أي تايو نوال بو مسلم قول جيسي يقار أهان وصلاة الطرح أتو كذو إصلاة الليل يقيم رمضان. ثم كان الأمر أرنك وحوها على ذلك سيداس في خلافة أبي بكر. أبي بكر لبدي صنيع بركو النولانا رمضانيه الصومر يصدح لها أمال لبدا أها نوال بو قول جيسي كذو كني إيهو سدرا قيب هرانتي وسدرا قيب ومن خلافة عمر على ذلك قيب خلافة سيدنا عمرنا سيداس هوشو أهي وأوائلك رورك سنة أوريس واجد دمبي وكي سيدنا عمر جمعية ومضن كلا توك كلا توكان إنسان مساجد نور بقول مل تاجن يا أقاس إير صدح يا كنت كان أفر بملا يا كنت كان صدح بارك كوع عمرنا إزا حورس أنا سوك هنا هل إمام بؤس مي إمام كلو كان نصية جماعة يو عمري مساجد كلا بحوي مركز وحوارك ما لك دمبي ذاتك أنت يسبع أنت كذيل إمام كور تاجن قرآن كلا بلبلون هاي صفك ببوحان مساجد كوع عمري يا دمك قيبتنا ببوحية مركز ونعمة البدع وذكرنا إسا هاوشان الله النبي هاول كون أكسن مجرتور إنك استوى النبي وسيدنا أوسن يالين جماعة النبي قوي ليمد لكن جماعة سيدنا أوين ما هين بوتش هذا وان قال دون النبي جماعة ليمد وسدح من أفرابين أي سحاب الله تكن قيام الليل يتراوح وانو قال دوننا أي كيف إذا نقاب كانوا مركة كه يوتش هذا بدعة مركة إطلاقية نعمة البدع أولي والبدع اللغوية البدع لا البدع الشرعية وهي الدليل له عاما أو خاصا من دون معارض بالعلمي هذا بدعة شرعية ما إيوام هاي ونعمة البدعة قاب كذا نوع إنه وحبنا نقصه منه وشرع ويبنان تاعي لكن قاب نبي قام ما كيف إذا أقول عيسيو قاب كي أقول ما نيسو مركب بدعة لغوية جاي بدعة وكل دوين شرعية مدة مضمون مدى والبدعة الشرعية. طيب وحدثنا زيد بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي هشام من أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن كثير الطائي البصري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة تحدثهم جماعة ذس ورقى أبو سلمة حديث لقاتوا هذا لما نولد الشيقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام نكي استاغا ليلة القدر هبينك لو تقدر كاستاغيت كذا إيمان على رمين درتين واحتسابا أجر دونت غفر له ما تقدم من ذنبه محلوك على قاضي قيبت روحي كسب سنتاي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عاف من ذنبه إن هذا مركة صون رمضان لا تماد أو صونته أي ذنب هذا القدر فهي من غير قيام ليلة القدر هذا رمضان صونته أو ليلة القدر كلا تمادنا كل يقول ما المكان هذا يستغن ذنبه والقدر فهي لبتركيس رمضان بعد صونته مع القيام لكن ليلة القدر ماذا قدري من صام رمضان إيمانا واحتساما مع القيام باللوجي ذا غفر له ما تقدم من ذنبه قيام كان واحد كره بيسا قيام ليلة القدر كره بيسا رمضان بعد صونته هبينه كان ما طرح ما لن تكنين لكن هبينك ليلة القدر كانت كور رصطة والقيام لا تمد غفر له ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه إذن ورمضان مع القيام أو إذن لسعن ليلة القدر إيوه رمضان أن قيام اللهين ولكن ليلة القدر كلية قيامتي لبدا أبو أسكو حكم حقا دم بالدافدة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثني محمد رافع أن يسابوري قال حدثنا شبابة السوار المدائن حدثنا ورقاء بن عمر ليشكري عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذوكان صماي عن الأعرج عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقوم ليلة القدر من يقوم ليلة القدر نينكي استاغها بينك ليلة القدر ليلة الشرف فيوافقها كبك ما أما وافقه أصيبه وراه وحمنا قال إنه يجيدي إيمانا واحتساما قيبت ورد قال ليسا من لم يقوم من يقوم عفوا من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. طيب غفر الله واللود بدافها يا إما تقدم من ذنبه فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر الله. إذن ليلة القدر كقيام كذا كلجي بعد ذنبك هذه صغيرتي الغدافة يا أوران إيه الرئيسي هذا المركة
بش صدن كذا وقيامتنا كبسي في عنه كبسي في عنه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد نبي مسجد كنت كذي ذات الليلة هبينها بينها كامدة فصلى وحات كذي بصلاة سادة النبي وكد إذا الناس ضد مسلمين تكامدوا مهاجرين أنصار باله ثم صلى هذا وحوت كذي من الليلة القابلة من القابلة أي من الليلة القابلة هبينك هبينك حقي يهضر النبي قلت كذي فكثر الناس وذلك إذا صوبت والسكو الشيخ وعلى حالة يبقى النبي قال لتك أني وصلاة جماعة علو في عبو النبي قلت كذي قرار دير إذن قيب عصوباتي ميت والله بطي ثم اجتمعوا هذا وأكل من ذلك من الليلة الثالثة هبينك صدحات أو الرابعة وأشك الراوي هبينك صدحات والدتك ذي رواية دمائن وعدين دونت وجزمين دونت فلم يخرج وما صوبحين إليهم إلى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك مصابحين هبينك أفراد من صابحين كوبات يلبات يصدحات بوتوشي فلما أصبح ممكن نبي واقو بريستو صلاة الفجر أوتوك ذي أيو نبي مرك وردك وحير وذيبو يو إلهي مهدي وتوحيد سدي ذاتك بولها الله قاس بن حوري قد رأيت واركي الذي صنعتم حلي وحد ثميسي هبينك أفراد وحد ثميسي واركي لنبي قولي يسيبا كل قمزاتك فلم يمنعني إيمدد من الخروج إليكم من أين صبحوا هذا أين تجي سنة هبينك كوباد يلا بعض يستحب أين تجي إلا أني خشيت عبسي أن كعب صديم موجين أن يفرض عليكم اللي يفرض يرو ترى واحدة إن واجب الذي كقدره وقيام رمضان الذي كو واجب بقي أن كبقى هاي يعني أتشوقي حيا لصاد صفك أسوب بعزين سادك أعمر تسك وقت ما أدي وحن كبقى إن إله سبحانه وتعالى واجب الذي كقدره والمركة كري ويدان هذا كله وإذا أن مركز كهلاك ستنسي أي أوهلاك سمين قولي قولي رب إسرائيل وكلي قال وحوري وذلك أرني كان وحور عاي في رمضان رمضان قدي مركز جماعة إن اللي قلتك قيام الليل أما قيام رمضان أما تراوح النبي قال بالله عليه الصلاة والسلام علت بون وقد تقي وتشجيو بقيت وكبقي إن مسلمين اللي قوة جبيه له صبني هدو حجابته ودنتينا عليه الصلاة والسلام علت اللي قبقي ماشي وكب حضي نبي محمد قداشيم يهدي وحلا واجب مايا ساسي مركة أبو بكر عفوا عمر إيوه وصنوا ليين جماعة النبي أوتوشيي جماعة النبي أوتوشيي محايا إلي قاعدة البيع ماشي وكب حضي قاعدة البيع مع الإسكوغا وحو النبي كتقي مع قيام المقتضي وانتفاء المانع فتركه سنة وفعله بدعة إذا النبي محايا كتقي إن تراوح لقدتك هذا جماعة وأوتشي وحكبقي إنه مدى اللي واجب يلو شيء اللي كبقي متشري حلق سيدنا عمر وجماعة سعلي متشرين إذا نوح مانع متشرو هذا هو مشروعه إذا بالعماء هو بالعماء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن الشاب الزوري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها خبرته وحي أشكتي وذاتك عروائي أبرت أطاي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إنه بحي من جوف الليل هبينك برت تنكيب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في المسجد بكت كذي فصلى رجال هبينك كبار ركبة وحيت كذين بالصلاة النبي كحر داوي مع صلاة فأصبح الناس ضدك وحي وبرستين يتحدثون إنيك شكيسان أيام بذلك أرنكاس ومك السوق لتوبة وبرية لحالي ما شاء الله حشي دبدي ما كان سوق عني نعم حبا نتجون لتكني هاوش أنك دافتها بيك كذا باصم سودي القروي فاجتمع وحاكل مهبين كل باب أكثر منهم أي رجال أكثر منهم من الأولين هبين كوكو رجع يمد رك كبدا بأي فاجتمع رجال أكثر كبدا منهم أي من الأولين من الرجال الأولين فخرج رسول الله رسولك لا يبقى صبحي في الليلة الثانية فصلوا بصلاة أبينك لبعض صلاة بالنبي الله تكذب فأصبح الناس يذكرون ذلك تذكرنا وحين نقدنا كشكيان صلاة أبينك لبعض على قيمة هذه الدرك فكثر أهل المسجد مسائل كذا كسبة صوبتي من الليلة الثالثة أبينك صدحات أبينك صدح النبي وحصوب حي مسائل بحبا أول السوق هاي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا واتوا كان المسلمين تبضنا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة إذن هبينك أفراد مكة لقاري عجز المسجد مسكبا قادوا عن أهل دتك سوقلي
وبك عجب سدك بميل ولا بعي ميل دقاق ضملها ميل بنان ملا فلم يخرج إليه رسول الله نبي قارك وش من يسب الدشيء أتقاطي هل سنة طين وما دل صاره ومر هذه صلاة هي اللي قصاره شن تقام ميل صارتي سنوين كاد خدر صتي أصور دقت بينا حتى صلاة الليل أذن دينين أول بجمع كتو كتو وحي جنا الدجا هاي هذا دون قوة خير دون هل قدر هذه اللي حكيت هذا والله قصاره نبي الرحيم بها وكبر واجبات كقرق مض إني حمله ويده والسلامة لا يعادلها شيء هذا خير بث إذا هذه ونا الحابة استرت هذا قادك هذا ونا إيكادة بث ما دوم مشكله وطلي إذا نبي عبد الله من عمل عازن تزي ودي ذي وأجد منه كقومي صوم بدن إيه قرآن أخس بدن إذا تلب إسكيره أنت كدك ما نبي الله وحكى بدن من أول ذا أنتوا يراها دو سوق عيها مرقي حقليس النقلادين مرقون الدبعي أو شو كري واي تلا يا تلا النبي ما يلا يتكتك مرك وحاله يسأل مجربة لا تسأل الطبيب مجرب كحلو يدي أي إنك حاج وقال كإيه دكتور حبل مويت دكتور ضو إنها وين عضوي طيب فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق وحيقولوا رجال الرك ومنهم كم من المجتمعين هبين كأفراد يمد يقول لنا إليه الصلاة نبي قوس بحواي نبي الله صلاة دوال الجوع صلاة دوي صلاة الليل بالربا فلم يخرج إليهم رسول الله رسولك وما صبحين حتى خرج لصلاة الفجر إلى صلاة الصبح صبحي فلما قضى الفجر صلاة الصبح مكو مدة تجيي أقبل على الناس تذكي بسكو صوم بشر النبي تذكي بوجهك سوسي ثم تشهد وتوحي سدي أشهد أن لا إله إلا وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فقال وحجج أما بعد أنت كذب فإنه لم يخفى إذا ما قرسوا من علي الدش إذا شأنكم حالكين الليل حال واحد ثميسين إن المسلك سبب حسين قنقنتين جماعة دون يسير وإذا مغلى ورسول جد وتكنعي ولكني خشيت وحان كبقي أن تفرض إلا فرض عليكم دشين الله يكون لازمي صلاة الليل صلاة الليل كقيام الليل فتعجزوا أذكر ويدان عنها حق إذا أذكر ويدان كدبنا هذا هلاك سنتان اللي واجبك صار ويه باب الندب هاي نوجه إن شاء الله تعالى حديثك فقه جسنا هابين دموا إسراء عندنا إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم.